أصبحت أكثر نضجاً. كنت لا أعرفه. انظر ما أجمله، إنه يشبه والده تماماً. نعم، وقوي مثله أيضاً. يا ولدي، هاي سيمبا، تعال والعب معي. ما بك؟ هيا التقط الكرة. دعك من اللعب وانظر إلي جيدا. انظر. لماذا؟ انظر إلي مليا الآن. لم يتبدل فيك أي شيء، أنت كما أنت. حقا؟ هكذا إذا. ظننت أنك دقيق الملاحظة. بيمبو، بيمبو، ماذا تفعل؟ ألم تسمعني؟ بيمبو، لما لا ترد؟ أرجوك، أرجوك دعني وشأني، فأنا أعاني من مشكلة شديدة في رأسي. قل لي يا بيمبو، هل تغير شكلي قليلاً؟ لا. لأنك تراني دائماً. لا تلاحظ. ماذا تعني؟ نحن لم نعد صغاراً. انظر. صباح الخير. اهلا سيمبا، هل استيقظت باكرا؟ تبدو نشيطا هذا الصباح، بدأت اثق بقدراتك. يعني صار بوسعنا الاعتماد عليه. صباح الخير. اهلا، تبدو متعبا، ما بك؟ اشعر بحكة هنا. انه يعاني من حكة شديدة في رأسه، ترى ما تفسير هذا الامر؟ هذا يعني أن بيمبو قد كبر مثلك. حقاً؟ سأبشرك. أين هو؟ إنه متوار عن الأنظار منذ عدة أيام، وهو لا يرغب في رؤية أحد الآن. ولماذا لا يرغب بذلك؟ كا يغير جلده. تبدل الثعابين جلدها كل عام، لذا توجه كا إلى مخبأه السري ليبدل جلده. إذن سأبدل جلدي أيضاً عندما أكبر؟ لا أبداً، لأن الحيوانات ذات الفراء لا تبدل جلدها كالثعابين يا سيمبا. بالو، هيا بنا. أين يقع مخبأ السيد كا؟ أنصحكم بعدم الذهاب إليه، إنه مكان خطر. خطر؟ نعم، إنه مخيف أيضاً. غريب، سأفتش عنه. هل أنت جاد؟ طبعاً، هل تذهبان معي؟ نعم، قد نتعرض هناك إلى خطر ما. هل ستأتي معنا أم لا؟ لا تخف يا بول. حقا؟ يبدو أنك تثق بنفسك ثقة لا توصف. هذا تهور، لا تكن متشائما. اتركه يا بيمبو. لا تقلل من شأني. علمت أنكم تبحثون عنك، لما لا نسأل عنه سيد أودنا؟ فعلا، اتبعوني إذا. هيا. يستيقظ بعد؟ لا أظن ذلك، فهو يستيقظ باكراً. إذن أين هو؟ لا أدري، ماذا نفعل؟ لم الحيرة؟ هيا ادخل إلى عشه وتأكد بنفسك. حسناً سأفعل، ولكن لا داعي لهذا الانفعال، سأدخل حالاً. يبدو أن السيد أودنابرو قد غادر العش باكراً هذا اليوم. ترى ماذا كان يفعل قبل أن يغادر؟ فهمت، لقد كان مشغولاً بصنع بعض الأدوية. بالعلم والعمل نحقق الأمل ونصنع الدواء لنشفي العلل. دعوني أغني 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 للأمل. ضاع الأمل، سأخبر الجميع بما قد حصل. هيا يا أصدقاء، لا تأملوا اللقاء، فسيدي رحل. لماذا لا تقدر فني يا عديم الذوق؟ وهل تسمي ما سمعناه فناً أيها المتغطرس؟ طبعاً، لما لافت غريدي أرق من نباحك؟ لماذا جرحت مشاعره يا بول؟ ألم تسمع ما قاله لي أيضاً؟ اهدأ، فأنت سخرت منه أولاً. لا، بل هو، بل أنت. اهدأوا، ما الأمر؟ سيدة أودنا، لقد حاول بول. أصمت أنت. كنا ننتظر مجيئك على أحر من الجمر لنسألك عن السيد كا، هذا كل ما في الأمر. حقا؟ كناري لا تهتم،
سيدي، لقد علمنا أن كاسا يبدل جلده في مكان ما. أرجو أن لا نتكلم عن أي أمر يخصك. لماذا؟ ليس من اللائق التدخل في شؤونك الخاصة. ثم إن المكان الذي رحل إليه كا مكان خطر بناه البشر لحفظ كنوزهم وتحفهم النادرة. هذا ما كنت أبحث عنه. أصمت. أين يقع؟ لقد بني ذلك القصر في أعماق الغابة لكنه مهجور الآن. سأدلكم عليه، ولكن هل تحفظون السر؟ أكيد، نعدك بذلك، ثق بنا يا سيدي. حسناً، سأمنحكم هذه الفرصة لأختبر مدى نضجكم وتحملكم للمسؤولية، ولكنني أحذركم، فلن تجدوا أحداً يساعدكم هناك. ألن يساعدنا كا إذا تعرضنا إلى خطر ما يا سيدي؟ تكلم يا أودنا، تكلم. أخفض صوتك. استمعوا لما سأقوله لكم جيداً. عليكم أن تسلكوا الطريق المؤدية إلى النهر أولاً، ثم اتجهوا يساراً، وبعد ذلك تابعوا المسير بحذر شديد، لأنكم ستكونون على مقربة من القصر المهجور. وهنا ستزداد الأمور تعقيداً، لأن البشر قد نصبوا العديد من الفخاخ لحماية القصر من اللصوص. إياكم أن تفقدوا الشجاعة، وإلا تعرضتم إلى خطر أكيد. لولا إصراركم على خوض هذه المغامرة لما وافقت على ذهابكم، لكنني سأختبر قدراتكم. كاك، بالو، السيد أودنا يبحث عنك، اذهب إليه حالاً. ماذا يريد مني السيد أودنا؟ أظن أنه سيطلب منك مرافقة الصغار إلى حيث يقيم السيد كا، لذا أرجو ألا تتأخر. أين بالو؟ لن يتأخر. وصل. هل أنتم مستعدون؟ هيا استعدوا. كن مطمئناً، لن يصاب هؤلاء الصغار بأي أذى. بالتأكيد. رائع، لن يطول البقاء بنا هنا. أشعر الآن ببعض الاطمئنان، ولكنني سأظل قلقاً. على أي حال، لن أحرمكم متعة خوض هذه المغامرة. أنت أتنوي الذهاب معهم أم تراك ستقبل دعوتي لتناول وجبة من الملفوف اللذيذ؟ شكراً لك، اعذرني، التوابل تخرج حبالي الصوتية. إذن أنت لا تستسيغ طبخي. لا أبداً، هيا بنا يا أصدقاء. وداعاً، إلى اللقاء. هاي، ماذا تنتظرون؟ هيا بنا، فالوقت يمر دون فائدة. نعم هيا، فلننطلق حالاً. هل سمعتما حديثنا مع السيد أودنابرو؟ نعم، وسنذهب معكم. حسناً، هيا بنا، نحن مستعدان لننطلق. ماذا سنفعل؟ سنقتل. تمهل يا سيمبا، انتظر سيمبا. تريث ودعني أتصرف. هذا هو الحل المناسب، هيا اسبقوني. أنا جاهز. احذر السقوط. اطمئن، لا تنظر إلى أسفل. حاضر. بيمبو، هيا اتبعك وكن مطمئنا، فأنا سأمشي خلفك. أنا لا أحتاج إلى هذا الجد. أقوانا. هيا تابع يا بول، لا تخاف. أرأيت؟ مر الأمر بسلام. طلبنا من الكنز. قاق قاق، كنا نصل أسرع. قاق. هيا أسرع، وإلا جلدتك بصوت أيها البليد. هيا. حسناً. ماذا تعني كلمة صوت؟ لا أدري، ربما هي أداة للضرب. هذا صحيح، يستخدمه البشر للضرب. وهل ضربت به عندما كنت تعيش معهم؟ طبعاً. كفاكما تهكماً. هل اقتربنا؟ نعم.
يجب ألا نفترق عن بعضنا. إكس إل فين؟ هل تسمعني يا إكس إل؟ لا علي، أنا سأبحث عنهما. انتظروني هنا. أنا أيضا سأبحث عنهما. ربما عثرت عليهما هنا. كما توقعت. ماذا تفعلان هنا؟ لقد سدوا باب القصر بهذه الصخرة، أرجوك ساعدنا في إزاحتها. لا تستغرب، هيا بنا، هيا. أين أنا؟ لونجين! هل ناديتني؟ يبدو أنك نجوت بأعجوبة يا بالو. ماذا حدث؟ دعه يا بيمبو، إنه متعب الآن. يا لهذا المكان المخيف، ينتابني شعور غامض. أرجو أن نحصل على الكنز الذي تحدث عنه السيد أورنا. أتمنى ذلك، ولكنني خائف. جبان، انظروا هناك، هذا. لا تخافوا، ما ترونه مجرد منحوتة فنية. اطمئنوا. انظروا، هذه منحوتة أخرى. هذا نسر. هل أنت خائف؟ طبعا لا. اطمئنوا، ليس هناك ما يدعو للخوف. هل سبب؟ نعم. قاع. لا تبكي. تعالوا. انظروا ماذا حل بالسيد كا. إنها مجرد منحوتة. ها؟ يبدو أن الخوف أوقعنا في الوهم، لكنها تشبه صديقنا كا. هذا يعود إلى دقة نحتها. هذا يعني أن صديقي كا على قيد الحياة، حمداً لله. ما الأمر؟ نهار البناء، هيا لنهرب من هنا. العظمية. ماذا؟ هذا يعني أننا اقتربنا من الكنز. صدق إنه الكنز. ذهب. هيا تعال ساعدني. تعال هيا.
ها قد ملأت كيسك ذهبا أنا أيضا. يا غفعة ماذا حدث؟ غفعة وضخمة. ليس أجمل من جلدي القديم؟ ما رأيك يا إكسل السمين الظريف؟ إنه رائع جدا. أليست عملية مؤلمة؟ لا أبدا، لا أشعر بأي ألم. حقا؟ نعم. تبدو أكثر جمالا. هل أنت جاد؟ طبعا، وأنا أيضا أبدل ريشي مثلك لأصبح أكثر جمالا. لا، لست جميلا. هذا لا يعني. أصمت. لا تختلفا، فلكل منا صفاته التي تميزه من الآخرين، ولكن المظهر الخارجي قد لا يدل على حقيقة صاحبه لأن جوهره هو الأهم. فبعض الصفات الأخرى كالشجاعة والصدق والأمانة صفات جميلة. أخبروني يا أصدقاء، لماذا جئتم إلي؟ لنرى. وكيف عرفتم مكاني؟ السيد أودنا ساعدنا ودلنا على مكانك. كانت رحلة شاقة. لم يجبرك أحد على المجيء. أغلق فمك أنت. كفى عن الشجار الآن، ودعوني أعبر لكم جميعا عن مدى تقديري لهذه الزيارة المفاجئة. لذا لا وقت للشجار. كرتي. ماذا يحدث؟ لا تلمس شيئا. إياك أن تقترب أكثر. تلقى بذلك. كرتي. وأخيرا انتهينا من ذلك الكابوس. لم أعد أحتاج إلى هذا العقد الذي كان السبب في كل متاعبنا هذا اليوم. هذه كرة بول. مسكين، لابد أنه حزين لفقدانها. ليتني بقيت في الغابة إلى جانب باجيرا هذا اليوم. بالو بالو، ماذا حدث؟ وأين الصغار؟ لماذا لم يأتوا معك؟ إنهم هناك في ذلك القصر المهجور الذي يبعث على الذعر، ولا أعرف ماذا حل بهم. الحمد لله على سلامتكم. أهلا أهلا.
ألن ترحب بصديقك كا أيضاً؟ مبارك جلدك الجديد يا صديقي. كا هنا؟ كا؟ كرتي! أنت بخير؟ لا تذكرني بما حدث. حاضر، سأروح عن نفسي قليلاً. أهلا بك يا عزيزي، هيا ادخل كي نتناول طعامنا. هيا اعذرني فأنا مضطر إلى الذهاب الآن. حقا؟ لن أوجه إليه الدعوة مرة ثانية لأنه لا يقدر كرمي. الشجاعة هي التي أوصلت سيمبا ورفاقه إلى صديقهم كا، والمغامرة هي التي جعلتهم كباراً، وإن كانوا لا يزالون بحاجة لمساعدة الكبار كما فعل بالو. سننتظر معاً مغامرة جديدة.